صباح الخير من جديد بمشوارنا الصباحي صباحات الأدية اليوم على قناة أوكرات وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. بنحكي إنه اليوم تقريبا آخر أيام السنة ودائما بيكون عندنا خطط للسنة الجديدة، شو بدنا نعمل، كيف بدنا نغير، والأهم شيء دائما بشغلنا ممكن طاقة السنة الجديدة، ممكن كيف رح تكون أبراجنا بالسنة الجديدة، كيف ممكن أنا أشتغل على السنة الجديدة لتكون أحسن من هيدي السنة اللي مرقت، لحتى نتعرف على هدول القصص كلياتهم والطاقة والأبراج وقديش مرتبطين بعلم الفلك وغيرها. رح تكون معنا مدربة التنمية الآنسة إلينا إبراهيم، يعطيكي ألف عافية. طبعا حضرتك مدربة التنمية البشرية وعلوم الطاقة، يعطيك ألف عافية. أهلا وسهلا، يعطيك العافية، كل عام وأنت بألف خير. وأنت بألف خير، يعطيك العافية. بداية كثير ما بنسمع أنه طاقة آخر يوم بالسنة بتكون تماما مختلفة عن طاقة أول يوم بالسنة، شو الفرق بيناتهم؟ هلا أكيد الفرق كثير كبير، لأنه أنت عم تدخل ببوابة جديدة. هاي البوابة نحن أوقات كثير ناس بتفكر أنه بوابة كونية، بمعنى والله باب جديد بينفتح بالسماء، أو يعني الخيال بيروح لكثير أشياء، ولكن بمعنى آخر البوابة هي مجموعة طاقات، ترددات، ذبذبات، شفرات، يعني حالة جمعية مختلفة بتكون بين هذا اليوم وهذا اليوم. طبعا إذا بدنا نجي عن قوة البوابة، بوابة رأس السنة من أقوى البوابات، فالتغيير اللي بيكون فيها على صعيد الطاقة أكبر من أي بوابة تانية لسبب واحد فقط، إنه الوعي الجمعي بيدخل بالموضوع. يعني العالم بأكمله، الكرة الأرضية بأكملها، الناس بكل مكان من كل الطوائف، كل الأديان، كل الشعوب تحتفل بهذا اليوم. فطاقة الاحتفال وطاقة الوعي الجمعي بتخلق تردد جديد بين هذا اليوم وهذا اليوم. يعني هلأ كل الناس بتكون بحالة استعداد، حالة تحضير، حتى اللي مو ناوي يحتفل والما عنده هذا السيناريو بحياته بيكون مجهز شيء لها السهرة، أو بده يحضر شيء شغلة، أو ناطر شيء جديد. أول بيكون ناطر شيء جديد، فهيدي طاقة الاستعداد بتخلق طاقة جديدة بتاني يوم. فهذا هو الفرق، طبعا بالإضافة لفرق الأرقام، الطاقات، الكواكب، كل القصص، كل حركة التغيير كتير كبيرة بتكون. يعني ما نحق ننطر شيء جديد ببداية كل سنة. هلا هي مو بالقصد لك، الواحد انا من نام 31/12 من فيق واحد ما صار معنا شيء. ما راح يصير. دائما هذا اللغط اللي بيكون موجود عند العالم، بيحاولوا يحضروا بنهايه العام الابراج، وحظي يا ترى السنه الجديده شو تاركت لي، شو راح تعمل لي السنه الجديده، يلا بنشوف الخيره من شره الى ما هنالك. ولكن احنا بننسى قصه انه انا كانسان انا المسؤول عن حياتي. صحيح. واني انا اللي تخيرت كيف بكون وكيف بعيش وكيف ببني. واساسا اللي بيدرس طاقه 2023 هو اللي بيحكم طاقه 2024. يعني اليوم الحياه عم تكون أسرع من الماضي. سابقا كنت تعملي خير تلاقي بعد سنة واثنين وثلاثة، هلأ لا، نحن بزمن السرعة، فبتحسي حالك تعملي خير بتلاقي نتيجته بنفس اليوم، تعملي شر بتلاقي نتيجته بنفس اليوم. فالحياة عم تكون أسهل، وأساسا ظروف الحياة عم تكون أسهل، التكنولوجيا ساعدت، الطرق كتير ساعدت، صارت الأمور سهلة. فاليوم لما أنت بدك تنطر من 2024 شيء، في قانون كوني بيقول في سبب وفي نتيجة. فأنا وقت بدي أنطر نتيجة معينة فأنا بحاجة سبب يشتغل عليها. هذا السبب أنا بخلقه، وعي بخلقه، أفكاري ومشاعري وتردداتي بتخلقه. فأنا ما فيني أتخيل أنه 2024 رح تجيني بمارة سحري وبعد ما هيك نام وفيخ وكون عندي كل الأحلام والأهداف اللي بدي إياها، إذا ما عندي المسبب الأساسي اللي أنا خلقته. خلقته اليوم، خلقته بـ23، خلقته بـ22، مو مهم، المهم إنه يكون السبب عندي. هلا اكيد لازم يكون في سبب ليطلع عندي نتيجه، بس يمكن بالمجمل او مثل حديث الشارع خلينا نقول انه مثلا 2024 ممكن يكون في كواكب عم تاثر، مثلا طاقه اقل، مثلا يمكن طاقه 2023 كانت سلبيه. كل هذا الحكي ممكن بياثر، انه احنا بالنهايه ضمن كوكب. صح. يعني عم نعيش طبيعه ممكن تاثر. خليني اقول قد ايه صح هذا الحكي وقد ايه في منه اشاعات. لكي كل شيء بالحياه مؤثر بالشيء الاخر، كل شيء. ونحن كبشر نتأثر بطاقة كل شيء. تمام. ولكن أنت بإيدك الريموت كنترول، يا بتسمحي لهي التأثيرات تأثر عليك بجانب سلبي، يا ما تأثر عليك بجانب إيجابي. حلو. يعني مثلا سنة 2023 في كتير ناس بتقول إنه هي أسوأ عام كان بهذا الحياة، لأنه صارت الكارثة الطبيعية، الزلزال، وبلشت السنة بمأساة أو بمعاناة. ناس تانية بتقول شيل الزلزال على جنب، كانت السنة من أجمل السنوات.
فانت ك ك كانسان يا اما بتركز على الجانب السلبي يا بتركز على الجانب الايجابي. حتى الفلك والابراج والكواكب وكل الطاقات المؤثره ما بيحكم لك التاثير ولا بيحكم لك مدى التاثير. يعني مثلا ممكن برجك يخليك انت بهذا العام صحيا عندك قصه صحيه في ضوء على الصحه عندك. قد يكون عند بعض الناس تروح تعمل تجميل لانفه. قد يكون عند بعض الناس مرض بالمعده. قد يكون عند بعض الناس حمل او ولاده او كلهم صحه. فانت اللي بتحكم شو هو الجانب الصحي، هل هو جيد او هو سلبي او هو نافع او هو غير نافع. بدنا نحكي عن حضرتك، انت بتؤمني بعلم الفلك؟ خليني اقول اكيد كل العلوم هي نافعه وكل العلوم هي الى تاثير، خليني اقول طبعا الى تاثير قوي كثير. ولكن برجع بقول لما انا بسمح لحياتي تكون متحكمة بحركة أبراج وبحركة كواكب فأنا بكون شخص لا واعي. الشخص الواعي هو اللي بيستفيد من هاي التأثيرات وبيعرف كيف يستثمرها لتوجهه بالطريق الصح. يعني لما بنقول في حركة مثلا تراجع أو تقدم وما بعرف مثلا بال 2020 كانت الحركة تبع الكواكب كلها بتدل على تقييد وسلاسل بال 2020 تقييد وسلاسه. كانت كلها عباره عن تقييد تقييد تقييد. فبدايه 2020 الكل حكى عن انه في قصه ربط، في قصه سجن، في قصه انك تقعد بالبيت، في قصه انك ممنوع تتحرك، ممنوع تعمل. ما حدا كان متوقع وجود كورونا. فلما اجت كورونا اثبتت فعلا انه حركه الكواكب هي انك تقعدك بالبيت. في ناس استثمرت القعده بالبيت بشغل اونلاين وعملت مال من الأونلاين ويمكن تغيرت حياتها وفتح لها باب طريق جديد تماما بالأونلاين. وفي ناس قعدت بالبيت وقعدت تبكي وتقول هاي الكواكب هي اللي هيك عملت. كيف احنا بنفكر بتأثير الكواكب؟ فتماما انا كيف بستثمر طاقة الكوكب او طاقة اي شيء، البرج، الرقم، اي موضوع، كيف بستثمر طاقته وبكون انا المتحكم، ما اسمح للظروف انت تحكمني. حلو. هلا استاذ إلينا اذا بدنا اكيد سويت الدراسة الأولية لعام 2024، شو سلبيات شو إيجابيات شو مميزات هاي السنة، شو رأيك برأيك؟ هلا بصراحة هو عام جيد بالعموم، مختلف عن الأعوام اللي مضت الأخيرة لأنه طاقته مختلفة للأفضل. ما فيني أقول بالأفضل أو للهي، هو عام جيد. ليش؟ العوام الماضية كانت طاقتها أرض، كان محور أرض وانتهت حقبة الأرض. فالسنة الماضية مثل هالأيام كنت معكم هون وحكينا أنه الأرض رح تتغير، الحركة رح تتغير، في شيء محور الأرض فيه قصة. فصارت مواضيع الكوارث الطبيعية. نحن اليوم داخلين بعهد جديد أو عصر جديد رح يشمل فينا نقول 14 سنة لقدام، واللي هو عنصر النار. فرح نحس من بداية العام بطاقة مختلفة. العنصر الناري بيجعل طاقة الحياة أسرع، أنضج، بتعمل الأشياء بطريقة بتحس أنه أنت لازم تكون عندك سرعة البديهة وعندك سرعة ملاحظة. الشخص البطيء والشخص اللي عنده تروي زيادة عن اللزوم وعنده هيدا القصص ما رح تكون ناجحة معه. فطاقة العام الجديد طاقة نارية. هاي الطاقة النارية حمالة أوجه أكيد. النار هي جيدة بكتير قصص، طبعاً. جيدة بالتكنولوجيا، جيدة بالتطور، بالعمران، بالقصص اللي رح تعمل حركة ونشاط وحيوية. رح يصير حركة اقتصادية، رح يصير حركة بالتنقلات، بالسفر، بهيدا القصص. وأيضاً إلى وجه آخر واللي هو إنه النار دائماً فيها احتراق لشيء. فهي سنة فيها تضادات، فيها صراعات، فقد تحمل هاي الصراعات حروب، ممكن حرب عالمية، ممكن حرب على جبهات محددة بالوطن العربي أو بالعالم، ممكن تحمل اختلاف وجهات نظر بالمجتمع، ممكن يصير مثلا اختراع لوهم جديد، لقصة جديدة ينشغلوا فيها الناس، يصير في نوع من الصراعات. فهي حمالة أوجه السنة مثل أي سنة، رح يكون فيها شيء سلبي وفيها شيء إيجابي، وبالنهاية أكيد كله لخير يعني وكله لصالح البشر. حتى يمكن رقم السنة هو رقم 8 أو ما بعرف أنا يعني، بس أنا هيك اللي بيخطر لي يعني من جمع أرقام السنة يعني. صحيح. الرقم 8 كمان له تأثيرات مختلفة عن تأثيرات الرقم 7. خليني أقول رقم 7 كان رقم صعب. هلا لكي رقم 7 هو رقم كارمي. كارمي يعني أنت عم تتعامل مع سنة أنت ما إلك دور فيها، الدور الأكبر للكون، للقوى العظمى. صحيح.
فكانت رقم 7 صعبة أو قوية، لأنه الإنسان شعر بعجز، إنه هو عاجز يعمل شيء تماماً، في شيء أكبر منه صحيح. عم يشتغل أو عم يعمل. حتى الكوارث هيدي القصص أثبتت إنه فعلاً أنت خارج عن إرادتك. يعني لو الريموت كنترول بإيدي بس أنا ما كتير قادر. أيوة أنت مانك قادر. الرقم 8 هو رقم كارمي، ولكن كارمته شخصية ما كارمة جمعية أو كونية أو حياتية. فكارمة رقم 8 بتخبرك إنه أنت بكل قاع في قمة بعدها. حلو. فهو رقم اللانهاية، جاي ليخبرك إنه الحياة ما خلصت وإنه ما في شيء رح ينتهي، حياة مستمرة، بيبقى عليك إنك تنهض من تحت الرماد. فرقم 8 هو رقم للوفرة، رقم للمال. السنة رح يكون فيها مظاهر كتير من الوفرة، مع أنه 2023 كان فيها مال، يعني كان طاقة مال، وكان في رزق وخير لكتير للكل تقريبا، يعني ما كان في قسوة بالمال مثل السنة اللي قبلها أو اللي قبلها، فكانت وفيرة. وهي السنة كمان طاقة وفرة. رقم 8 بيخبرك أنه أنت قادرة تخلقي من عجزك قوة، العجز اللي حسيتي فيه بالعام الماضي رح يخلق قوة. إن شاء الله يا رب للجميع، يعني أكيد إن شاء الله. هلأ عم نحكي في أكيد اختلاف بين علوم الطاقة ما بين الأبراج الصينية والأبراج العادية اللي نحن بنعرفها اللي هي دائرة زودياك. خليني أقول شو الفرق بينهم. هلأ لك كل العلوم بالنهاية خلقت لحتى تخدم البشرية بجانب معين، ولكن كل إنسان أو كل عالم أو كل طريق بياخدك لجهة مختلفة. فأنا رحتي على الأبراج العادية، فهي الأبراج مبنية على حركة الفلك وحركة وجود هذا الكوكب بهذا الموقع، بموقع برجك، موقع ميلادك. بتروحي على الأبراج الصينية مبنية على السنة بأكملها أو العام بأكمله. كل الأشياء هي مفيدة لما بتكون ضمن إطار التوازن. يعني لما أنا بتابع برجي الصيني بتوازن، تابع برجي اليومي أو القمري أو أي يوم. أساساً على فكرة الخارطة الفلكية بتحكمها 6 أبراج، يعني إذا بدنا نجي للمنطق كل حدا مننا عنده 6 أبراج، هي غير البرج الصيني صحيح. فلما أنت بتسمعي هالأشياء أو بتتابعيها بتوازن، تحطيها ببالك أوكي بعين الاعتبار، ولكن ما بتخذ قراراتي على أساسها، ما بسمح لحياتي تكون مقيدة بهذا الموضوع. فهون بتكون يعني التوازن هو أفضل. هون يمكن تجي فكرة أنه نعزل حالنا عن الطاقة المحيطة بحال كانت هي طاقة سلبية، يعني بحال نحن مثلا سمعنا برجنا اليوم وكان بيقول أنه عندك شغلة بشعة أو هاي الشغلات اللي نسمعها دائما بشكل يومي. قديش مهم أنه نعزل حالنا عن الطاقة المحيطة، وكيف ممكن تتم هاي العملية؟ هلأ بغض النظر عن العزل، أنا مع فكرة التحول مع فكرة التغيير. الطاقة لا تفنى ولا تخلق من عدم، بل تتحول من شكل لآخر. وطول عمرنا بنسمع هذا الحكي بالمدرسة عن الطاقة الشمسية، كيف تتحول لدفء، تتحول لتركيب ضوئي، وطاقة المياه كيف بتنتقل وإلى ما هنالك. طيب كمان أنا إذا عندي طاقة حدث سلبي بحياتي، فيني حوله، فيني غيره. فأوكي مثلا عرفت أنه في حدث سلبي بحياتي، بقول أوكي ممتاز، حدث سلبي معناته رح أتعلم منه شيء. فشو الخير اللي رح أتعلم منه؟ شو هو الدرس؟ شو الحكمة؟ شو الغاية اللي جاية من خلال هذا الحدث إذا فعلا جاي؟ فنحن بغض النظر عن فكرة الاعتزال، بقدر ما نقدر نحن نخلق من الشعور اللي عم يجينا، نخلق منه حالة عليا. بدل ما استسلم للحدث السلبي إن صار أو ما صار، وبدل ما انقاد برأي المجتمع وبرأي المحيط للأحداث السلبية، دوما نشوف شو الخير من الموضوع. لأنه دائما كل حدث له غاية وله خير تعمل لأجلي ولصالحي. فلما أعرف شو هذا الحدث ولما أتعلم، فأنا بكون بصفة الحكيم، فأنا بكون بصرت بتردد عالي، وبالتالي بحصل على نتائج جيدة. لازم دائما نفكر بالخير اللي جاي من مع أنه في صعوبة، يعني لحتى أحيانا بتصير مع الواحد مش كلمة رح أقول كارثة، صعب يفكر باللحظة نفسها بالخير اللي جاي منه. لكي هو الفكرة ما في شيء اسمه وليد اللحظة. يعني الموضوع موضوع فكر وسيناريو حياة. اليوم الصعوبة هي منهاج حياة أنت بتختاري، والسهولة منهاج حياة أنت بتختاري. الشخص الواعي هو الشخص المستيقظ واللي مركز واللي بيفهم، يعني مدرك للإشارات. يعني مثلا مثال كتير بسيط، صديقة لإلي زعجتني بكلمة، فأنا المفروض أفهم من هاي الإشارة اللي هي إشارة بسيطة، أفهم من هاي الإشارة أنه في قصة مو ضابطة بالعلاقة، المفروض حط حد، أعرف حط حدود بيني وبين هاي الصديقة مشان ما يجي يوم وتزعجني انزعاج
ما لا يغتفر يعني. فأنا فهمت الإشارة، هذا هو الشخص الواعي اللي بيفهم الإشارة وبيعدل قبل ما تصير الحكاية. أما الشخص اللي بيشوف صعوبات كتير بحياته فللأسف هو بيكون شخص غاضب نظر عن الإشارة. أيوة غاضب نظر عن الإشارات، حاسسني قلبي بس يلا رح أعطي فرصة لفلان. حسني قلبي من البداية إنه فلان بده يجي يوم مثلاً ويسرقني، بس والله كنت خايل يلا طيب وبسامح وكذا. لما بنكون نحن أقوياء وقادرين نحط حدود بيننا وبين أو نفهم الإشارات صح، فنحن ما بنوصل لمرحلة إنه يكون في عنا حدث سلبي كتير يخليني أوصل لهي الصدمة تبع إنه أنا ما عاد أعرف شو الخير من الموضوع. تمام، الفكرة بده يكون فيها سبب قبل ما نوصل للنتيجة. ممكن هون استثمار الشيء السلبي اللي ممكن يصير بحياتنا بشكل إيجابي يعني. صحيح. طيب هاد لنشوف هلأ يعني كمان مرة جديدة بنسألك عن طاقة السنة الجديدة، كيف تلاقيها بشكل عام؟ شو بدنا هلأ؟ ذكرتينا في سلبيات وفي إيجابيات، إذا فينا نفصل شوي الموضوع. تمام، لك إيجابياتها الأعمال الناجحة بهاي السنة بتعتبر السنة طاقة أنثوية، فالأعمال الناجحة بهيدا العام هي الأعمال اللي لها علاقة بالتكنولوجيا، اللي لها علاقة بالسوشيال ميديا، اللي لها علاقة بالإنترنت، الأعمال اللي هي عبارة عن عمل أو استثمار لطاقة وفكر أكثر من جهد جسدي. فأي شغل بيتطلب جهد جسدي أو حركة جسدية متعبة فهو معنه من الأفضل عدا الوظائف الحكومية أو الرسمية. فالأعمال الناجحة فينا نقول التكنولوجيا، السوشيال ميديا، أعمال الإنترنت كلها بتكون دائما بدرجة حتى عم تتحول لأرباح رح تكون أكثر من السنين الماضية. أيضا الأعمال الأنثوية اللي بتخص النساء، الشعر، الميكاب، المكياج، التصميم، هيدا القصص. بخصوص طاقة الأرض، صارنا 3 سنين بنقول إنه البناء سوقه واقف وشفنا كان في صعوبة بالبيع بالشراء بكل هاي القصص. هيدي السنة بتتحسن قصص البيع والشراء، التجارة بتكون ناجحة بهذا العام، الاستثمار جيد بخصوص الأشياء الجيدة. الأشياء السلبية فينا نعتبر موضوع بس اللي حكينا عنه، الاختلافات الفكرية. في 3 مشاعر رح تكون فعلا خطرة بهذا العام وكتير مهم ننتبه عليها. شعور الخوف، لأنه رح نشوف مظاهر حرب فعلا حقيقية على التلفزيونات، فهذا الشيء ممكن ينشر خوف ورعب عند الناس. أيضا شعور الغضب، لأنه رح يكون في طالما نار طاقة نار رح يكون في انفعالات كتير كبيرة، فكتير ما نكون حذرين من هذا الموضوع. أيضا طاقة الاكتئاب، شعور الاكتئاب هو الناجم عن تراكم صدمات وخيبات وآلام متراكمة فبتصدر حالة اكتئاب. فأكيد النصيحة أنه نحن نكون أكثر وعي، نتجه فعلا للصحة النفسية لأنه كتير مهم بهاي العام أنه نحن نشتغل على صحتنا النفسية، نداوي غضبنا، نشافي مخاوفنا، نتحول لطاقة شجاعة ونخطي خطوة جديدة. وأي حدا حابب يستثمر بهذا العام بمشروع خاص كتير ناجح. أكيد نتشكرك على هذه المعلومات اللي قدمتنا إياها مدربة التنمية وعلوم الطاقة إلينا إبراهيم. شكرا على هذه المعلومات، خلينا ننتبه أكثر من هذه السنة المقبلة، وأكيد أكيد. مثل ما قلتي إن شاء الله يا رب تكون سنة خير على الجميع. أكيد إن شاء الله كل عام وأنتم بخير. شكرا لك، كل عام وأنتم بخير يا رب. تسلم، شكرا.